تعد الحوالات المالية التجارية من الركائز الأساسية التي تدعم التجارة الدولية والمحلية، حيث تتيح للتاجر الحصول على السلع والبضائع من مختلف دول العالم، إلا أن تأخر هذه الحوالات في العراق نتيجة عدة عوامل اقتصادية وإجرائية دولية دفع العديد من تجار التجزئة إلى اللجوء إلى السوق الموازي لتحويل الأموال إلى وجهاتهم في الدول المصنعة، وهذا بدوره أدى إلى زيادة الضغوط على الاستقرار المالي في البلاد. ويشير المراقبون إلى أن التأخير في الحوالات المالية يعود إلى الإجراءات القانونية الرقابية التي يفرضها البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي تعد جزءا من السياسة المالية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق العالمي والتحكم في نسبة التضخم المالي في الأسواق الدولية ومنها العراق. ولقد انعكست هذه الإجراءات بشكل سلبي على المصارف المخولة في العراق، مما دفع التجار إلى شراء الدولار من السوق الموازي بأسعار مرتفعة، مما يزيد من تكاليف البضائع. تتمثل أبرز تأثيرات تأخر الحوالات على استقرار صرف الدولار في زيادة الضغوط على الطلب عليه نتيجة ارتفاع الحاجة إلى الدولار في السوق المحلية، مما يسهم بدوره في رفع سعره، كما يؤدي عدم استقرار الأسعار المرتبطة بشكل مباشر بسعر صرف الدولار إلى تأثيرات سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد، مما يساهم في زيادة التضخم. ويسلط خبراء الاقتصاد الضوء على أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، مثل زيادة الأعباء المالية على الأسر العراقية نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات في السوق المحلية وتراجع الأنشطة التجارية. وفي هذا السياق يتعين على الجهات المعنية العمل على إيجاد حلول مستدامة لتقليل الاعتماد على السوق الموازي وتحسين ظروف التجارة الداخلية والخارجية لضمان استقرار الأسعار وسعر صرف الدولار. لبرنامج دينار زيد المصطف، العراقية الإخبارية.